ست أجهزة من مايكروسوفت وآيفون 6S يصل الوطن العربي. أهلا بك في نشرتك. انضمت شركة مايكروسوفت لأبل، LG وجوجل، وعقدت آخر مؤتمر رئيسي لهذا العام، وقدمت أجهزة تقنية متعددة ومتنوعة لتحقيق منافسة قوية في السوق بعد تراجعها آخر سنوات. وقدمنا لكم تغطية لحظة بلحظة على حساباتنا، وأعددنا لكم تقريراً يلخص أهم جديد مايكروسوفت. We design our Microsoft devices to create and reinvent categories. أرادت مايكروسوفت أحد عمالقة التكنولوجيا في العالم إنهاء هذا العام بطريقة ممكنة، لا سيما بعد سنوات صعبة تراجعت فيها لصالح شركات مثل جوجل وفيسبوك وأبل. البداية كانت مع الكشف عن هاتفي لوميا 950 وأخيه الأكبر 950 XL بشاشة مقاسها 5.2 و 5.7 إنش على التوالي، وبدقة كواد HD، وبكاميرا قوية بلغت دقتها 20 ميجا بكسل، وبطارية تصمد طويلا. ودعمت الهاتفين بتقنيات حديثة مثل فتح قفل الشاشة بالنظر إليها، لكن استمرت مايكروسوفت باستخدام البلاستيك في التصنيع. وسريعا عرضت هاتفا منخفض المواصفات والتكلفة، أطلقت عليه اسم لوميا 550. وفي فئة التابلت كشفت عن الجيل الرابع من جهازها سيرفيس برو بشاشة 12.3 إنش مدعومة بخمسة ملايين بكسل ومزود بقلم متطور. والقوة المميزة هي الرام التي بلغت قدرته 16 جيجا بايت. أما الذي كان خارج توقعات المؤتمر هو لابتوب سيرفيس بوك بشاشة 13.5 إنش قابلة للفك عن لوحة المفاتيح وتحويله لتابلت. وتقول مايكروسوفت إنه موجه للعلماء والمهندسين ومحبي الألعاب الذين يطلبون أداء أقوى من التابلت. عشاق الرياضة كان لهم نصيب من إعلان الجيل الثاني من سوار مايكروسوفت الرياضي بشاشة منحنية مقاومة للخدش، ويقوم السوار بمتابعة النوم، حرق السعرات الحرارية، وتمييز الأنشطة مثل قيادة الدراجات وصعود السلم وتسلق الجبال وغيرها، ولديه تطبيق على أندرويد. وعلى خشبة المسرح استعرضت مايكروسوفت نظارة هولولينز والتي تدمج العالمين الواقعية والافتراضي. فمثلا تختار غرفة في منزلك لخوض لعبة أكشن لتطلق النار على الأعداء معك في الغرفة وتختبئ خلف الكنب لتجنب إطلاق النار عليك. والنقطة العملية هنا أن النظارة لا تحتاج لوصلات أو أسلاك أو ربطها بكمبيوتر، وسعرها 3000 دولار، وسيتم طرحها العام القادم. هذه قطعة تقوم بتحويل هاتف اللوميا لجهاز كمبيوتر وتعرض عليه ويندوز 10 بشكل مشابه لنسخة سطح المكتب. هواتف، تابلت، لابتوب، أجهزة قابلة للارتداء، تقنيات حديثة، كل هذا جعل مؤتمر مايكروسوفت من أهم المؤتمرات لهذا العام. ماذا لفت اهتمامك في المؤتمر؟ شاركنا في التعليقات. بعد شهر من الإعلان عن آيفون 6S وأخيه بلس، بدأت أبل بيع الهاتفين في دول الخليج والأردن، ويبدأ سعر 6S من 650 دولار وذلك وفقاً لمساحته التخزينية، أما بلس يبدأ من 850 دولار. وطبعاً الهاتف يتوفر بأربع ألوان وهي الأسود، الفضي، الذهبي والوردي. انتظروا قريباً مراجعة شاملة لآيفون 6S من رقمي تي في. والآن مع سؤال الأسبوع، هل تستطيع هواتف نكسس الجديدة إدخال جوجل بقوة أكثر في سوق الهواتف الذكية؟ هذه كانت آراءكم. الغالبية من متابعي رقم تي في يعتبرون أن جوجل أمامها الكثير لتحقيق منافسة قوية في سوق قطاع الهواتف الذكية، رغم إصدارها هاتفين جديدين هما نكسس 6 بي ونكسس 5X. ويرى هؤلاء أن الفرق بين جوجل وبقية الشركات كبير، ولا زال أمام جوجل عمل كبير في هذا المجال، خاصة أن منافسين مثل أبل وسامسونج تقدموا خطوات كبيرة في إنتاج الهواتف الذكية، ومن الصعب إقناع المستخدم بالتغيير. وهذا رأي رائد نايف وباسل السيد ومحمد موسى وعبد الله عواد، لكن عددا آخر من متابعينا يعتقد أن ارتفاع مواصفات الهاتف وانخفاض سعره قد يكون مفتاحا لنجاح جوجل بشكل أكبر من السابق، خاصة أنها أنتجت هاتفين يستهدفان مختلف أصحاب الدخل. وهذا رأي بندر نابلي وكرار عبد الرزاق وطه بن إبراهيمي. شكرا لكل من شاركنا، وانتظروا سؤال الأسبوع كل ثلاثاء على صفحاتنا. والآن سريعا مع أهم أخبار الأسبوع. فيسبوك تختبر إضافة رموزا تعبيرية جديدة إلى جانب أيقونة اللايك، فهل تكون تمهيدا لإضافة زر ديسلايك؟ بلاك بيري تسير على خطى نوكيا وتقرر الاستغناء عن تصنيع الهواتف إذا لم تحقق مبيعات الفترة المقبلة.
أنباء تقول إن سوني أيضاً ستدرس التخلي عن إنتاج هواتف ذكية إذا لم تحقق لها أرباحاً. قفزة بنسبة 9% تحققها أسهم شركة سامسونج بعد ارتفاع في الأرباح. تحديث على تطبيق واتساب يجلب ميزة لتفضيل الرسائل على طريقة تويتر. بدء عرض الفيلم السينمائي ستيف جوبز والذي يروي سيرة مؤسس شركة أبل، وانتظروا وثائقياً من رقمي عن شركة أبل. الشرطة الألمانية تداهم مقرات شركة فولكس فاجن بعد فضيحة التلاعب بأجهزة قياس انبعاث الغاز من سياراتها. إصدار إعلان تشويق للعبة فار كراي برايم القادمة عام 2016 ومن إنتاج شركة يوبي سوفت. ولكل جديد تابعنا كل أحد، ولا تنسى الاشتراك بالقناة من هنا واضغط لايك أسفل الفيديو، ويمكنك مشاهدة الحلقة السابقة وبرامجنا الأخرى ومتابعتنا على حساباتنا. وفي الختام نترككم مع فيديو جميل تم التقاطه من طائرة بدون طيار غرب أستراليا. مشاهدة طيبة ونلقاك الأحد القادم.